اسعد الله مساءكم بكل خير. بعد ما عملنا بث مباشر من التلفريك في النمسا بالتحديد من فوق جبال الألب، وعملنا كمان بث مباشر من تلفريك العين السخنة ومن تركيا ومن بلاد كتير، تعالوا النهارده ناخد تجربة جديدة من تلفريك الطائف المملكة العربية السعودية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الجبال ليها شكل خاص، ليها اسلوب خاص، ممكن تكون فيها شبه الى حد ما بالتلفريك بتاع ماليزيا، ولكن الاجواء هنا غير. اللي بيميز التلفريك بتاع الطائف انه اولا عمره يعتبر قديم شويه، وكمان سعره يعتبر سعره رخيص. قيمه التذكره 85 ريال للفرد، وده يعتبر معدل بسيط جدا طبعا بالمقارنه بأسعار التلفريك في كل الدول اللي احنا قلناها، طبعا باستثناء مصر، لان في مصر السعر رخيص جدا. زي ما حضراتكم شايفين الجبال هنا والاجواء غير عاديه. احنا في شهر 5، في نهايه شهر 5، يعني المفروض ان درجه الحراره عاليه جدا بتوصل 46 في السعوديه، ولكن احنا هنا درجه الحراره 31 فقط. وزي ما حضراتكم شايفين المكان حقيقي جميل جدا، وعناصر الامان في السعوديه عاليه قوي قوي قوي، وكمان التنظيم جيد لاقصى درجه. اذا كنت بنصحكم رحله جميله جدا جدا في السعوديه، فانا بنصح ان انتوا تنزلوا الطائف والهدى. طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا والانشطه والاكتيفيتي اللي لازم تعملوها هنا، مدينه الالعاب المائيه اللي هي هناك دي اللي انت شايفينها باللون الازرق، مدينه متكامله جميله جدا جدا، يعني نقدر نقول ان هي فيها كتير من المدينه المائيه اللي موجوده في الوايلد وادي في دبي. لطيفه قوي قوي قوي، وبتناسب الكبار والصغار كمان، فيها العاب مائيه لكل الاعمار السنيه. وطبعا المنطقه اللي احنا فيها زي ما انتم حضراتكم بيكون فيها منطقه خضار عاليه جدا في حاله وجود امطار. المنطقه اللي احنا فيها بتمتاز بالاجواء الجميله قوي، او الاجواء اللي بيحبوها السعوديين بصفه عامه، والمسافه مش بعيده. وطبعا جبل الهدى جبل جميل، في جبل لبنان من الجبال الجميله قوي قوي زي جبل لبنان كده، كله خضار، الاماكن حلوه، تقدر تستمتع انت واسرتك بيوم جميل. واعتقد ان انتوا شفتوا ان السعوديه ومصر هي من اجمل بلاد العالم. صحيح ممكن تكون الطبيعة شوية بتخدم بلد زي النمسا، ولكن فين هتلاقي الترحيب العربي والكرم العربي والإحساس العربي؟ طبعا لو حضراتكم شايفين كده هنبدأ نشوف دلوقتي. هو ده يا جماعة الطريق اللي كان معمول، وعلى فكرة معمول بدون إمكانيات تكنولوجية، وكان موجود زمان للناس اللي كانت عايزة تطلع وتنزل برجليها. طبعا غني عن الذكر ان الشعب السعودي شعب بيحب المغامرة وبيحب الترحال، هي طبيعته كده، وبيحب الاماكن الجميلة. وطبعا لو على الشمال شفنا المناظر دي، طبعا ما فيش جبال في الدنيا تفوق جمال جبال مكة والطائف، جبال طبعا غنية عن التعريف. بكرر الناس اللي موجودة داخل السعودية، الأعداد الكبيرة في المصريين اللي هم مش عارفين يروحوا أماكن سياحية، أنا برشح لهم المكان الرائع ده جدا، وأتمنى إن الكل بلا استثناء يجي ويشوف قد إيه إحنا في مكان رائع جدا. وزي ما حضراتكم شايفين هذا الطريق البري الممهد اللي معمول على فكرة بطريقة جميلة أوي أوي، بتحافظ على البيئة بشكل أو بآخر. طبعا سعر التذكرة النهارده 85 ريال، ده موجود في شهر مايو 2021. وهم هنا في السعودية بيحاولوا يحافظوا على الأسعار، ما عندهمش معدلات تضخم كبيرة، وكمان كل الحاجة هنا المطاعم في منتهى الجمال، تقدر يعني تختار وجبات كده تناسب ميزانيتك حسب قدرتك. طبعا الفندق اللي فوق اللي هو فندق رمادة أنا بنصح بيه بشدة، ولكن يعني معروف ان سعره الى حد ما غالي شويه، ولكن يستاهل تجربه خاصه. طبعا الناس اللي راحت بورتو السخنه في مصر نفس الاجواء، هو تلفريك وفوق طبعا هنا فندق رماده، ولكن عندنا في مصر اللي هو فندق الجبل
أجواء خرافية وحاجة جميلة. طبعا عندنا في مصر في مطعم حلقة السمك أنا بنصح بيه بشدة، وهنا أنا بنصح بأن أنتوا تاكلوا المندي والمظبي المشهور بيه للطائف، وكمان البروست الناس اللي بتحبه قوي. فطبعا عندكم الريان، ولكن أتمنى يكون فاتح لأنه لما عدنا عليه للأسف ما كانش فاتح. طبعا الأجواء نأكد ونقرر اللي بيميز السعودية، تخيلوا يا جماعة إن أجواءها جميلة جدا. طبعا المعلومة دي صادمة الناس كتيرة جدا جدا اللي بيحسبوا إن درجة الحرارة عالية قوي قوي. إحنا يا جماعة في شهر مايو أهو، الوضع زي ما أنتوا شايفين في منتهى الجمال، مش عشان إحنا في مكان مكيف، ولكن فعلا درجة الحرارة 31. تحيا مصر، تحيا السعودية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن بلدنا تكون أجمل من بلاد أوروبا، وأعتقد إن إحنا واصلين لده. أشوفكم على خير في بث جديد. السلام عليكم.